الاسيد، مو صحيح اتفقنا انه احنا ناخذها الجزء العملي، بس الاي ار تي والاي ار سي كلها نفس الدور تشبه علينا في الطريقات العمل. فراح نعطيكم طريقه عمل اليوريك اسيد بس. طبعا هي طريقه تجريبيه، ما راح نسحب لا دم ولا، تمام، لانه السنترفيوج عندنا ما يشتغل، السبكترو ما يشتغل، الوتر بات ما يشتغل. دكتور ليش نسوي؟ نجرب يعني، راح نسوي تجربه، راح نستخدم الوتر. محاضره اليوم بس حتى تعرفون الكيت شلون يشتغل، حتى ما تقولوا ما ناخذ عملي. هو بالعملي كل الطريقه متشابهه. اللي حاضر محاضره الجلوكوز، اول محاضره اخذناها لما قصنا السكر، هي كلها نفس الاجراءات، كل الكتات وكل التيستات اللي راح نجريها، تمام. خلي اجيب التيوبات حتى ما اطول عليكم، انتم تعبانين. المحاضرة هاي المحاضرة؟ المحاضرة شنو؟ هستو عملي. ما طول وياكم بعد حتى تروحون تتونسون قبل الهستو تطلعون. كل التيستات السابقة اللي أخذناها، شباب صوتكم شوية وياي حتى ما أطول عليكم. بنطالب بأجهزة وأدوات إن شاء الله إذا توفرت لنا بالأيام الجاية إن شاء الله. لا لا إن شاء الله إن شاء الله نحاول، يعني السنة بعدها بدايتها، بعد هواي قدامنا. إذا وفروا لنا أجهزة مواد إن شاء الله راح أخصص لكم فد 3 أسابيع بس ناخذ بيها عملي. هم يقل عليكم اللود في المحاضرات، يعني ماكو محاضرات، لأنه العملي هو فقط شنو؟ تعريفي حتى تعرفون شنو اللي دا يصير، تمام؟ فبهذا الكيت هنا شنو عندنا شباب شوية تبوية 10 دقائق بس نطول من وقتكم. عندنا هنا تيوبات 2، إذا نفتح طبعا الكيت مالت اليوريك أسيد إذا نشوفه راح نلقي به هواية، إذا تلاحظون هواية تيوبات موجودة أو قنانير مالت المحلول. هاي شنو هاي خالينا ريأجنات 2 بهذا التيست، مو ريأجنت 1 اللي هو ريأجنت 2، هذا الصغير الآر 2 مكتوب عليه هنا، وهذا الار 1. المطلوب من عندي اني كمختبري او اجي اسوي تيست شنو اسوي؟ اجي اخبط الار 2 ويا الار 1، هذا ويا هذا، هذا باودر وهذا سوليوشن، احله كانه دا اسوي شراب معلق سبنشن او ابره، خبط اخبط هذا ويا هذا، تمام؟ حتى يطلع لي فد شيء اسمه الوركينج سوليوشن. احنا هنا خابطين من الجروب الاول فما راح نخبط لكم هسه جديد، لانه اذا نفتحه يتلف، وهذا اصلا هو يكفي شهر هوايه يعني، لانه نستخدم الكميه من عنده قليله، تمام. هسه عرفنا الخطوه الاولى شنو؟ الخطوه الاولى عندي هاي الانبوبه الصغيره التيوبه، بيها؟ بيها باودر، وهاي بيها سوليوشن، فاجي انا شو اسوي؟ احل الباودر بالسوليوشن حتى يطلع لي فد شيء اسمه الوركينج سوليوشن، تمام؟ هذا اول مكون بالاختبار مالتي. المكون الثاني على اساس مبني الاختبار موجود اللي هو الستاندرد، هذا يعني من هو الستاندرد؟ دائما باي اختبار الستاندرد هو الاختبار اللي انا دا اسويه، الماده اللي دا اشتغل عليها اليوريك اسيد يعني، تمام. هذا اليوريك اسيد بالنسبه للستاندرد. الجزء الثالث او التيوب الثالث هو السامبل اللي هو اما سيرم او يورين بالنسبه لليوريك اسيد، تمام. احنا طبعا ما راح نستخدم سيرم قلنا لانه السنترفيوج مالتنا عاطل والاجهزه يعني كلهم متضامنين ويا عاطلين هماتين، فراح نستخدم الوتر مي عادي. الغرض منه طبعا هو ما راح يطلع لنا تفاعل لانه الوتر ما يعطيني اي شيء، تمام؟ بس الغرض منه هو شنو؟ فقط حتى اوصل لكم فكره شلون يشتغل الكيت، اوكي؟ هسه اول شيء اول خطوه اسويها اجيب 3 تيوبات 3 تيوبس، والمفروض انه اني اعلمها او ارقمها او اسميها، فراح اسميهم البلانك، راح اكتب بس بي عليه حتى نعرف لما اضيف الاضافات، وراح اسوي الستاندر الاس تي، وراح اسوي السامبل الاس اي، تمام. اجيب دول ال 3 تيوبات اخليهم ورا رقمتهم، المفروض انا هنا سيرم عندي اور يورين، هنا اللي ما يشوفون بلا خير، هنا سيرم اور يورين، تمام. خليه هنا، هذا
اكتب لكم تشوفون، واجيب الثلاث تيوبات مالتي رقمتهم بلانك. طبعا هاي في حال كنت دا اشتغل يعني اريل وورك يعني من صدق مو هيجي. تمام، هذا التيوب، هذا هنا الشالون الايماجينيشن مالتكم تسوون تتخيلوا. تمام، عندي انا الوركينج سولوشن اللي قلنا حضرته من ميكس بالار 2 بالار 1 حليته مجرد بادر ان سولوشن، وعندي هذا الستاندر اللي راح اشتغل عليه. تمام، هاي هنا جاهز، هذا محتاجه. عندي المايكرو بايبيت هنا راح استخدم اثنين حسب ما دا يقول لي بالكت. طبعا انا الشغل مالتي كله اعتمادا على شنو مكتوب لي بورقه التحليل الليفلت اللي جايتني من الكت، ما اشتغل هيك من راسي اضيف، هو جاي لي مسوي لي جدول. هذا انا راسمته هنا، اول شيء بالثلاث تيوبات اخلي واحد مول، يعني استخدم هاي احنا مرقميها الف واحد مول من البلانك الريجنت اللي هو الار 2 والار 1 وركينج سوليوشن نسميه هنا دبليو ار، يعني وركينج سوليوشن اضيفه واحد مول من عنده بالثلاث تيوبات اللي عندي. لا واحد، هذا واحد فاصلة صفر. تمام، التيوب الثاني شخلي بيه اللي هو الستاندر اضيف بيه 25 مايكرو مول من الوحدة، منين؟ من الستاندر اللي هو اليوريك اسيد الموجود عندي. والتيوب الثالث اضيف بيه 25 مايكرو من السامبل مالتي اللي هو سيروم واليورين، احنا هنا راح نضيف الموج. تمام، هاي ثلاث خطوات، بعدين اسوي له انكيوبيشن فور 5 مينتس المفروض بالحاضنه، الحاضنه هم ماتينا الله وياها ما تشتغل. تمام، فايش راح نسوي؟ ما نسوي هاي احنا فقره الانكيوبيشن، وراها شو نسوي؟ نشغل الجهاز. تمام، اصفر الجهاز نفس خطوات الجلوكوز بالضبط، اصفر الجهاز باستخدام البلانك، بعدين اجي اقيس الابزوربشن اوف ستاندرد واسجل عندي ايش قد طلع، بعدين الابزوربشن اوف سامبل ايش قد طلع عندي، واطبق المعادله حيطلع لي النتيجه. تمام، هسه يجي واحد يسوي لنا هاي الخطوات. اني ون، اي واحد يضيف اضافه. مجرد اضافه، ايش بيكم؟ راح اسويكم شهر كامل بس تضيفون، لازم هيك تتبرعون، تعلموا هيك روح التبرع. باكر عقبه انتم امرجنسي تجي واحد يريد يسوي عمليه شلون؟ سيرجري. معودين واحد يسوي له عمليه يموت كلها بعدها ما يصير عندنا جرح. والله مات والله مات. اذا سويت له عمليه ومات يلقوني بالسجن. ليش؟ لا ليش يلقوك بالسجن؟ اذا انت شاطر ما يموت، ولو الموت والحياه بايد الله. بإيدنا صحيح؟ هسه راح يضيف الناس. لا يروح يشوفون الاسباب بعدين، يجوز مو السبب هو هذا. بس شوفوا زميلكم ايش راح يسوي. تمام، انتبهوا لنا شويه هنا. هسه مجرد اضافه، احنا عندنا المايكرو بايبيت اصلا مرقميها، هي بها ارقام. هسه المفروض يسحب لنا ثلاث مرات، يسحب لنا لانه احنا عندنا ثلاث تيوبات، فكل تيوب يخلي لي واحد. مل كامل، طبعا هو يمكن شويه خلصان تقريبا. هو هل موجود شويه شويه. لا حيطلع تفاعل، هسه شوفون حيطلع تفاعل في النقطة هسه واضحة، بس ثلاثتهم لا ما راح يطلع تفاعل ويا المي. هسه بس اصبروا اصبروا لا تستعجلوا. هسه ثلاثتهم ضفتيهم، هسه ثلاثتهم ضافوا لهم متى فلان هي اصلا كلهم. تمام، هسه الخطوة الثانية ايش راح يسوي؟ راح يضيف لنا مو بهاي طبعا، باستخدام المايكرو بايبت الاصغر معلمه على 25 برقمها 25 مايكرو، راح يسحب 25 من الستاندر اللي يضيف لنا اياه على الستاندر، على اي واحد مو مشكله لانه اصلا هو راح يخبط ويانا ويا الريجنت. ضيف لنا اياه على اول واحد، راح نعتبره الستاندر اول واحد. تمام، الخطوه الاخيره نبدل، المفروض نبدل التب
لكن هناك اليوم هاي تبقى جميلة هسه الماي هذا عندي ماي هذا الخيل أسيرة نسحب هماتين ونضيفها على نضيف إنه على آخر واحد راح نعصر له السامبل أوكي هسه خلص التفاعل مالتنا يفترض يفترض انه نسوي له شنو تمام يفترض انه نسوي له انكيوبيشن فور 5 مينيت وبعدين نشغل جهاز السبكتروفوتوميتر اللي هو يعني هو يشتغل هذا بس شويه شغل ما كان معقد ذاك ما ذاك شوية قعد زيادة تمام نقيس الامتصاصية شباب مات العينة ومات الستاندرد ومجرد أطبقهم على المعادلة بالنسبة للأرقام اللي راح تطلع لي تمام هاي طريقة ما مستخدمة بالمستشفيات ولا بالمختبرات الأهلية لأنها طريقة بطيئة أولا ثانيا تاخذ وقت وأنا عندي أعداد هواية فالمستخدم حديثا هي أجهزة على مسكولها مجرد يخلون السامبل ويخلون الكيت بيها وهي تمشي وطلع له نتيجة جاهزة يعني لا يطبق معادلات ولا مدري شنو جهاز كامل هو يطلع النتيجة هاي مجرد يسموها لأغراض تعليمية تمام هنا هذا اللي تشوفون تشوفون البينك كلر لو ما تشوفوه صار اي اكو وهذا كل ما يزيد الوقت يزيد يصل الى البربل تقريبا تمام هذا صار نتيجة تفاعل منه الستاندر اللي هو حاوي على اليوريك أسيد حاوي على اليوريكيز إنزيم اللي يسوي لك تفاعل اليوريك أسيد اللي هو ستاندر فيه إنزيم اسمه اليوريكيز هو هذا اللي لما يتفاعل ويا الوركينج سوليوشن راح ينطيني لون هذا أخليه جهاز السبكترو وأقرأ القراءة مالته طبعا إذا سوينا لو كان عندنا سيرم ويا الوركينج سوليوشن هم راح يطلع لي لون سيرم ويا الوركينج سوليوشن هم ينطيني لون هم يحتوي على يوريكيز إضافة إلى أنه تفاعل لوني يعني شان تصير المقارنة نسبة اليوريكيز بالستاندر إلى السامبل إيش قد راح تطلع النسبة هي هاي نسبة التحليل اللي أنا راح أنطيها كنتيجة للطبيب تمام وصلت الفكرة إن شاء الله إذا توفرت عندنا مواد ويعني صارت الأمور أحسن نخصص لكم في أسبوعين ثلاثة يجوز أربعة بس نشتغل بيها عملية وأكو أحد زملائكم بأحد الجروبات تبرع أنهم راح يجيب لنا فيديوهات كاملة يعني راح نخصص ايام نعرض بها فيديوهات عن طريقه عمل التحاليل شلون تصير تمام سنه تمام احنا خلصنا